صحيفة البلاد تطلق الجائزة الأولى من نوعها درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2022. قدم طلبك الآن عبر الموقع الإلكتروني للجائزة قبل إغلاق باب الترشح في 30 من أغسطس 2022. سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة في حفل خاص يقام في 25 من سبتمبر 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية.